ايه هي السكرام سيرمونيز او الاجتماعات بتاعت سكرام او فعاليات سكرام؟ هي عبارة عن مجموعة من الاجتماعات اللي بتتعمل في اطار منهجية السكرام المستخدمة في ادارة المشاريع، ودي بتساعد على تنظيم العمل وتطوير المنتج بشكل مستمر. طب تعالى مع بعض كده نشوف ايه هي الاجتماعات دي. اول اجتماع عندنا هو السبرنت بلاننج او اجتماع التخطيط، وده لما الفريق بيتقابل وبيحدد اهداف السبرنت اللي جايه والمهام اللي هيشتغلوا عليها. 2 الديلي سكرام او الستاند اب ميتنج، وده اجتماع بيتم بشكل يومي بين الفريق وبعضه عشان نعرف تقدم العمل والمشاكل اللي بيواجهوها وكمان نتفق على الخطوات التاليه. 3 السبرنت ريفيو، ومن اسمه كده اسمه اجتماع المراجعه، وبالتالي ده بيتعمل لما بتخلص السبرنت، وده بيتعمل عشان الفريق يعرض المنتج اللي اتعمل في السبرنت على العملاء او المستفيدين وبيستقبل ردود افعالهم ومقترحاتهم. يعني هنا بنراجع البرودكت نفسه اللي احنا انتجناه في السبرنت دي. اخر اجتماع خالص السبرنت ريتروسبكتيف او الاجتماع بتاع المراجعه او الاجتماع بتاع الاخطاء، وده الاجتماع اللي الفريق بيجتمع فيه يحلل السبرنت اللي فاتت ويشوف ايه الحاجات اللي نجحت وايه الحاجات اللي محتاجه تطوير وتحسين. السكرام سيرموني بشكل عام بتساعد على تطوير الفريق وتواصلهم المستمر وتحسين كفاءه العمل.